طيب التنس في النادي الأهلي، يعني هل هو من الرياضات اللي بتشوفه ان هي محققة رانكينج كويس جدا، محققة بطولات وميداليات كويسة، ولا عندكم لسه رؤية في المستقبل ان يبقى في تحسن كمان في النتائج؟ هو كده كده يعني السنة دي احنا واخدين في الصغيرين، احنا وصلنا فاينل في كل الايفنتس سو فار اللي احنا لعبناهم، بس يعني في الصغيرين كنا اخدنا تاني سيدات اول مرة اول، بس سو فار ده كويس قوي. احنا السنة اللي فاتت ما كانش كده، احنا اتحسننا كتير قوي بصراحة، يعني ممكن يبقى احسن، بس بصراحة السنة دي يعني هي ستيبس كده كده. السنة دي بصراحة عملنا كويس قوي، جميل. وجبنا كوتشز جداد كويسين زي يمنى، كوتش يمنى فريد، زي هشام، دول ما كانوش معانا السنة اللي فاتت بقوا معانا السنة دي، فساعدونا برضو كتير. أهم البطولات اللي شاركتوا فيها وكان ليها طبيعة خاصة، يعني من أول ما انضميتي للنادي الأهلي أهم بطولة شاركتي فيها إيه؟ أهم بطولة كفردية ولا تبع النادي؟ من ده على ده. طيب كفردية طبعا بطولات المنتخب بتبقى طبعا ليها حاجة تانية طبعا، بس احنا بنلعب زي بطولات انترناشنال بروفيشنال، فبنلعب في شرم، كوتش غزاوي طبعا مدينا الحته دي، هو اللي بيعمل بطولات في شرم، ففتح لنا الحته طبعا دي. بالنسبه لنا ان يبقى في اوبشن في مصر انت تلعب، مش محتاج تسافر بره في الليفل اللي انت فيه دلوقتي، طبعا حاجه هايله. وطبعا هو فتح لنا كمان بطولات اكبر كل فتره بيحطها لنا، سنه بسنه هيبقى في حاجات اكبر كمان، بطولات كبيره. فبصراحه كوتش غزاوي في الحته دي بالنسبه لي دي حاجه افتخر بيها، ان انا في مصر مش محتاجه اسافر يعني فور ناو. وكوتش غزاوي بصراحه يعني فيش طلب بنطلبه منه، هو دايما بيبقى في ظهرنا يعني. جميل جميل. طيب انا عايزه اسالكم، نروح شويه للحته الفاميلي او العيله، يعني انت اكيد ميار بتفيدك بشكل كبير جدا، بس مين بقى اللي كان بيشجعك انت وميار ده رقم واحد؟ وياسمين برضو عندك حد في العيله برضو رياضي بيشجعك؟ يعني خلينا نعرف الحته البيرسونال عندك. اتفضل. بصوا مش هنختلف يعني، كده كده انتوا الاثنين هتجاوبوا. انا اصلا عندي اخت اكبر مني، اكبر من ميار، هي برضو كانت بتلعب تنس ولسه بتلعب معانا في فريق، اصلا هي كوتش فريق معانا في الدوري. هي برضو دايما بتشجعنا بصراحه، بس اللي مشجعنا كلنا مامتي بصراحه. هي دايما ورانا ودايما بتحب الرياضه ان جنرال، ولا هي عايزاكم انتوا تبقوا بطلات؟ لا احنا يعني هي كيكه التنس عمرك ما هتبقي كويسه فيها غير لو انت فعلا عايزه بتحبيها او عايزه ان انت تبقي كويسه فيها، بس هي مامتي يعني هي الصراحه اكبر سبورت لينا، وبابايا طبعا. حلو جدا. وياسمين هي بتبقى نفس الحاجه طبعا، احنا بنحب اللعبه عايزين نعمل فيها حاجه، بس اهلنا هم اللي بيسبورتوا جامد في حته ان انت تمرين ومهتمين وعايزينك توصلي. في حد رياضي عندكم برضو في العيله؟ انا اختي كانت بتلعب تنس زمان بس جالها اصابه فما كملتش، لكن يعني المين سبورت مامتي وبابايا بصراحه. كويس جدا. طب على صعيد الدراسه، واحنا بنتكلم على بطلات في الرياضه، معنى كده ان في بطولات وسفريات وحاجات ومعسكرات وحاجات زي كده، هل ده اثر معاكم في الدراسه باي شكل من الاشكال؟ ابدا انا. طيب انا اتخرجت السنه اللي فاتت من المدرسه، تمام. فطبعا وانا في المدرسه كان بنمر بمشاكل، ان عندنا ماتشات الصبح وفي مدرسه الصبح طبعا، وايام فيها امتحانات طبعا. بصراحه انا كمدرستي يعني كانت بتاجل لي الامتحانات مثلا الفاينل وكده، كانت بتاجله لي مثلا بعد ما اخلص ماتشاتي. طبعا في اوقات لازم امتحن بس يعني بناجلها على قد ما نقدر. ومن ناحيه عشان انا دلوقتي المفروض اكون في جامعه، انا اخدت جاب هير علشان السنه دي انا بسافر كتير قوي. ولا ان شاء الله يعني بشوف حاجه اونلاين، علشان مش هينفع ابقى في عندي اتندنس في الجامعه والكلام ده. بس وفي حالتك انت بقى حصل ايه؟ انا لا انا عادي، انا اتخرجت السنه اللي فاتت من سايكولوجي، كنت في جامعه في امريكا، فكنت بلعب تنس وبدرس الاثنين مع بعض. أوكي. فكان برضو جامعه بصراحه واخده بالها، يعني هي اصلا انا كنت في تيم في الجامعه، فامتحانات وكده كانت حاجه عليهم هم، فكنت كنت في جامعه وقتها؟ كنت في فريزن ستيت في كاليفورنيا. أوكي.
جميل فكرة العيشة في كاليفورنيا حاجة يا سلام والله يا سلام يا سلام مش أحلى من مصر شوف الرد والله صدقني على صعيد الرياضة كمان يا ستي أجازة نروح أجازة مش 4 سنين كتير قوي أجازة كده يعني أنت ما اتبسطتيش في الفترة اللي قعدتيها في كاليفورنيا بزبتك لا بصراحة إزاي أصل أنا حد بحب اهله واصحابه قوي فكنتش بقدر اقعد وبعدين انا في امريكا مش اللي هو مثلا لازم اركب طياره 20 ساعه عشان اجي اشوف حد من اهلي بعيده طبعا كتير قوي طب ما بتفكروش في الاحتراف بما ان انت حابه تفضلي هنا لو جالك فرصه احتراف والسؤال ياسمين برضو مش حابه تحترفي لو جاتلك فرصه احنا دلوقتي بالظبط لا انا بتكلم في الخارج ما احنا عندنا انت قصدك بنسافر بره او كده تلعبي لنادي في الخارج بنلعب في نادي بره لا بصراحه يعني انا ما كنتش غزاوي مبسوطه جدا في النادي الاهلي حلو الرد مش لازم اطلع بره خالص النادي الاهلي في التنس لو قارناه بانديه تانية بره مصر وضعه ايه؟ كتنظيم مدربين بجد ما فيش يعني احنا بجد نادي كويس وبجد نفسنا نكمبيت انترناشونالي يعني نلعب كلوب ماتشز مش عارفه ليه احنا ما وصلناش الحته دي بس بجد احنا نادي كويس قوي